طيب لسه مستمرين معاكم في ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي تم إطلاقها امبارح من خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي ليها أربع محاور. امبارح وأثناء إطلاق هذه الاستراتيجية كان في تأكيد إن كان بيتم العمل على هذه الاستراتيجية لفترة تجاوزت السنة ويمكن السنة ونصف أيضا. تفاصيل أكتر عن الاستراتيجية دي هيكون معنا دلوقتي عبر الهاتف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف، واللي كان ليه كلمة مهمة جدا امبارح خلال الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية والمحاور. عاوزين نعرف إيه هي المحاور سيادة السفير. صباح الخير يا فندم، وتحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. الاحتفالية أمس كانت نقطة فاصلة لإصدار الدولة المصرية لأول استراتيجية من نوعها في مجال حقوق الإنسان، وهذا لم يتم إلا في عدد 30 دولة فقط في العالم. نعم. وده بيثبت الجدية وأن ده جهود ذاتية للتطوير بتقوم به الدولة المصرية بقناعة ذاتية. وهذه الاستراتيجية زي ما حضرتك قلت لها عدة محاور، وتم صياغتها على مدار سنة ونصف بأسلوب منهجي يقوم على أساس أولا حصر الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري، وأيضا التزامات مصر الدولية والتوصيات اللي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثم إعداد أوراق خلفية، ثم دراسة كل حق في ذاته. وفي كل موضوع منهم كنا نبحث دائما نشوف ايه نقاط القوة والفرص المتاحة عشان نبني عليها، ثم بعد كده نشوف ايه ابرز التحديات والنتائج المستهدفة. فده اسلوب كان منهجي وعلمي واخد وقته بمشاركة كافة اجهزة الدولة وتحت توجيهات السيد وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان. وبعد كده خضعت هذه المسودة لعملية تشاورية واسعة مع المجتمع المدني، مع هيئة استشارية، جلسات استماع عبر الزوم مع ممثلين من المجتمع المدني من كافة أنحاء الجمهورية. وبالتالي يعني أما صدرت كانت مصدر اجتياح كبير ممن شاركوا في إعدادها، وأمل كبير في المستقبل إن شاء الله. يعني امبارح هو كان يوم التتويج لجهود اللجنة العليا لحقوق الإنسان، اللجنة العليا الدائمة بشكل عام. عاوزين نعرف بقى التحديات اللي واجهتكم قبل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أولا عشان لازم نعمل حاجة نتحدث بيها اللغة الدولية لحقوق الإنسان، بحيث إن احنا بنقدم نفسنا للعالم بالصورة التي نريد أن نقدم نفسنا بها للعالم. وبالتالي دولة ديمقراطية حديثة، كان حرصنا أيضا أيوة أن احنا ندرس تجارب 30 دولة اللي عملوا مثل هذه الاستراتيجيات، وأن احنا نقف على التوصيات التي تلقيناها. نعم. من سواء الآليات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، عشان تبقى على أساس هي تدينا رؤية لأين التوجه المطلوب تحقيقه في الفترة المقبلة. نعم. وبعد كده كل ده أسس بنزعها من خلالها للاستجابة لطموحات الشعب المصري والتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بأن احنا بنبني دولة مدنية حديثة ودولة قانون تليق بمصر وبالمصريين. فزي ما احنا دلوقتي الدولة المصرية بتعمل حلول جذرية للمشكلات ومشاريع كبيرة في كل المجالات بنبني فيها للمستقبل، فجزء أساسي من ضمن التنمية الشاملة هو مكون حقوق الإنسان، وده هو القيمة المضافة اللي بتحققها الوثيقة من احتفالية أمس. نعم. يعني بمناسبة الحديث عن الحلول الجذرية، عاوز أعرف من حضرتك أكتر الحاجات اللي شايف إن هي إضافة حقيقية لمصر وللعالم كمان، والعالم شايف إن هي حاجة مهمة في الاستراتيجية الوطنية ذات الهوية المصرية. أهم رسالة هي الإرادة السياسية التي أبرزتها الدولة المصرية بالأمس، وما أعلنه السيد الرئيس من تكليفات واضحة لاقت ارتياح كبير من على المستوى الدولي والمحلي في مصر. والشراكة التي تم الإعلان عنها في بين الدولة والمجتمع المدني، وأيضا إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وكذلك
توجيهات السيد الرئيس بضرورة التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية وتقديم تقارير المتابعة الدورية. كل ده أمور تلقى ارتياح بتوري ان احنا على الطريق السليم، وان احنا ان شاء الله نقدر نبني على هذه الاحتفالية بحيث نكون جميعا عند مستوى التطلعات الشعب المصري وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. سعادة السفير، يعني واحنا بنتكلم على استراتيجية وطنية، امبارح كانت مصر حديث للعالم كله، مش بس الحديث الداخلي في مصر، لا العالم كله وكل المهتمين في الحقيقة بمجال حقوق الإنسان تحدثوا عن النقلة الحقيقية اللي حققتها مصر امبارح من خلال هذه الاستراتيجية. بس من وجهة نظر حضرتك بقى، شايف البداية منين؟ يعني عشان يترجم ده على الأرض نبدأ منين؟ يجب أن احنا نعلم أن احنا لا نبدأ من فراغ، احنا لدينا الكثير من الإنجازات واللي بتمثل قاعدة بنبني عليها في من سواء في الدستور المصري المتقدم أو التشريعات المصرية التي تقوم بتطويرها أولا بأول. وكل هذه الأمور كانت عندنا قضاء مستقل ونزيه، عندنا جهات دولة مؤسسية، عندنا لأول مرة رؤية مشتركة لكافة الجهات الوطنية بالنسبة لما سنقوم به إن شاء الله. فده كله هو أمر يبعث على الارتياح، ونأمل في البناء عليه في المرحلة المقبلة بإذن الله. سعادة السفير، وحضرتك مندوب مصر الدائم بجنيف، دايما عارف ان يعني حقوق الانسان بينظر ليها المجتمع الدولي بالحق في حرية الرأي والتعبير، لكن النهاردة احنا اضفنا حقوق او تم اضافة حقوق اخرى ذات اهمية لا تجتزأ بعضها عن بعض، زي الحق في الحياة، الحق في فرصة العمل، في التمكين الخاص بالمرأة وغيرها من الحقوق. عاوز اعرف اهمية ده بقى النهاردة للمجتمع الدولي. الرسالة التي صدرت من في كلمة السيد رئيس الجمهورية وكلمة السيد وزير الخارجية والرسالة من الاحتفالية كلها أن مصر تتحدث اللغة الدولية، وأن احنا لسنا جداد في موضوع حقوق الإنسان، ولكننا كنا من المشاركين في صياغتها من أوائل الدول لأوقات الصياغة، صح. وأن احنا بالإضافة إلى أننا كنا يعني لنا شخصية مصرية في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فاحنا كان لنا خبراء كبار في كل الآليات التعاقدية الخاصة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي فاحنا إن شاء الله تمثل هذه الاستراتيجية نقطة في على طريق طويل نسعى من خلالها كده إن احنا يبقى في حلقات توصل بعضها البعض، وسلسلة من الاستراتيجيات التي محصلتها دايما التقدم في الاتجاه السليم. طيب سعادة السفير، يعني سؤال أخير، وأنا آسف لو أنا بطيل على سعادتك، لكن عاوزين نعرف في نقطة أخيرة كده، يعني أثناء الجلسة الحوارية كان في حديث ومناقشة عن حرية الاعتقاد أو المعتقدات الدينية بشكل عام، عاوزين نعرف إزاي الاستراتيجية دي اتكلمت على فكرة تجديد الخطاب الديني واحترام حرية الاعتقاد الديني. هو الحقيقة مجال حرية الدين والمعتقد ده مجال يعني حققت مصر فيه طفرة كبيرة بمناسبة تأسيسا على دعوة السيد رئيس الجمهورية لضرورة تجديد الخطاب الديني وإنشاء اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية والجهود اللي بيقوم بها الأزهر الشريف والكنائس المصرية. كل دي حاجات، وتقنين الكنائس بعد صدور القانون بناء وترميم الكنائس، فدي كلها أمور بترسخ قيم المواطنة وتخلق الوعي المجتمعي باحترام الحريات الدينية. فكل دي أمور يعني رسالة من مصر راسخة أرسلها السيد رئيس الجمهورية. نعم، سعادة السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف، بنشكر حضرتك على هذه المداخلة الهامة في الحقيقة يعني.